طيب يعطيكم العافية يا شباب. واليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في المينيموم إيديت ديستانس. أنا بذكركم إنه إحنا موجودين في الباب الثاني في هذا الكتاب، تمام؟ في الباب الثاني. الباب الثاني بيحكي عن الريجولار إكسبريشنز والتكست نورماليزيشن والإيديت ديستانس. خلصنا موضوع الريجولار اكسبريشن وشفنا كيف وضعه في البايثون، تمام، وفي عليه نمط او انماط اسئله او اسئله كتير، يعني كيف انه انا بدي اعمل ماتش لتكست معين، ايش الريجولار اكسبريشن. يفترض انه انت تتمرن عليها انه بتكون هي محل اسئله، اذا انت بتطلب انه كيف نمط الاسئله انه هذه بتكون محل اسئله. التكست نورماليزيشن طبعا بدينا من الشغلات البسيطه جدا، انه انت تحول اللور كيس للابر كيس للور كيس، بالاضافه انه انت تتعامل مع البنكشويشنز وكيف انه انت تتعامل مع المورفولوجي او الليما تبعت التكست اللي هو الليماتيزيشن والستيمينج تبعت التكست. شفنا هذه الاشياء وحكينا كذلك انه احنا كيف بدنا نقطع النص. انا عندي التقطيع كان على مستوى توكنز كلمات او على مستوى جمل، بحيث انه احنا نقدر نتعامل مع التكست. الان بقينا اخر موضوع عشان انت تكون في عندك البيج بيكتشر اللي هو الايديت ديستانس. بخصوص الايديت ديستانس عشان نعرف ايش هي بالضبط، انه السؤال انه اللي احنا بنحاول نوجد له اجابه، كيف ممكن نحدد انه قديش انه في عندي تو سترينجز هذول قديش بيشبهوا بعض، قديش انه هذا السترينج بيشبه هذا السترينج. طبعا التطبيقات عشان يعني تتخيل انه احنا ليش ندرس هاي الشغلات او ايش الفائده تبعتها، في السبيل كوركشن، تمام. فعلى سبيل المثال انه المستخدم ممكن يكون في عنده ميس تايبس او انه سبيل ايرورز في الطباعه تبعته، ممكن يدخل هاي الكلمه، فبالتالي هاي الكلمه مش موجوده في القاموس، فكيف بدي اقترح انا عليه كلمات؟ بدي اجيب الكلمات المشابهه لإله، فبدي مقياس لقديش انه السترينج هذا بيشبه السترينج هذا. فبالتالي انت ممكن انه انت تجيب له لسته من الكلمات المشابهه اللي بتكون موجودة أنا عندي في القاموس، وفي نفس الوقت إنه بتشبه هاي ورتبها حسب إنه هي قديش كل واحدة، إنه هذه بتشبه هاي أكتر إشي، بعديها هاي بعديها هاي بالضبط. نعم، تمام. كذلك التطبيقات تبعتها مستخدمة في الكمبيوتيشنال بيولوجي. طبعا طبعا الكمبيوتر هدول زي الملح، صاروا إيش يعني؟ صاروا داخلين في كل حاجة. أنت في عندك اللينغويستكس، الدراسة في مجال اللغات، في صار عندك حاجة اسمها كومبيوتيشنال لينغويستكس، في عندك بيولوجي صار في عندك كومبيوتيشنال بيولوجي، تمام، صار في عندك فيزيكس صار في عندك كومبيوتيشنال فيزيكس. فبالتالي إنه بتلاقي إنه كل مجال صار في داخل الحاسوب انه بادواته واساليبه في التعامل مع هذا الفرع من العلوم. ففي الكمبيوتيشنال بيولوجي كيف انه احنا نعمل الاين ل تو سيكونسز اوف نيكلوتايد، اللي هو عباره عن سلسله من الاحماض الأمينية. أنا عندي في الجينات إنه أنا عندي الـ A G C T A G، كيف إنه نعملهم alignment. مفهوم الـ alignment أنا عندي إنه بهذا الشكل، إنه هاي تيجي مع هاي، تمام، هذا T ما بيقبلهاش إشي أنا عندي هنا، تمام، وهذه الـ G ما بيقبلهاش إشي هنا، بحطها هاي هداش، هاي C T C T A T A T C A C C A C وهكذا. هذه زيادة في شيء إشي يقابلها، فهي مفهوم الالايمنت كسترينج، تمام. كذلك الالايمنت موجود على مستوى الكلمات ومستخدم في الماشين ترانسليشن. إيش معنى هذا الكلام؟ إنه أنت كيف تعمل الالاين إنه هذه الكلمة، إنه الكلمة اللي تقابلها باللغة الثانية إنه هذه الكلمة،
يعني على سبيل المثال انت في عندك تكست hello how are you تمام، انت عندك بالعربي مرحبا كيف حالك، فمفهوم الالاينمنت انه مرحبا بتصير لها الاين as a word level بغض النظر عن عدد الاحرف انه تقابلها هلو تمام وهاو ار يو انه كيف حالك، فهذه الالاينمنت على مستوى الكلمات محاذاة بالضبط كجملة كاملة بالضبط انه كل جملة انه ايش كل كلمة ايش الكلمة كل كلمة في السورس لانجويج ايش الكلمة اللي تقابلها في التارجت لانجويج تمام. زي ما ذكرت انه في الماشين ترانسليشن كذلك في الانفورميشن اكستراكشن في السبيش ريكوجنيشن تمام. طيب انا عندي المينيموم ايديت ديستانس بين تو سترينجز هي عباره عن المينيموم نمبر للايديت اوبريشنز. قبل ما يعني نحكي في التعريف ونشوف ايش هو المينيموم نمبر بدنا نتعرف على الايديت اوبريشنز. ايش هي الايديت اوبريشنز؟ في عندي ثلاثه ايديت اوبريشنز: انسرشن، ديليشن، سبستيتوشن. انسرشن انه بيكون في عندي حرف زياده تمام، ديليشن انه بيكون في عندي حذف لحرف حرف ناقص، سبستيتوشن بيكون في عندي حرف استبدال بدل حرف بالضبط. فبالتالي انه الايديت ديستانس انه انا بدي انا عندي اس 1 واس 2 فكر فيها بهذا الشكل انه قديش بحتاج عمليه ايديت عشان احول هذا السترينج لهذا السترينج، متخيل معايا كيف قديش انا عندي عمليه ايديت عشان احول هذا السترينج لهذا السترينج. يعني بمعنى اخر مش احنا شفنا هذه الليسته هذه عباره عن سبيل ايرور تمام، فبالتالي كيف بدي اقيس السيميلاريتي قديش انا عندي عمليه ايديت عشان احول هاي لهاي تمام. خليني احذف انه انا عندي هنا في عندي زياده هنا الاف والاي، فهنا انا عندي عمليتين للايديت ديليشن بالضبط، وهنا انه هاي لا هاي انه بدي يصير في عندي سبستيتوشن من اي لتي. في عندي ايديت انا بحكي ايديت اوبريشن، الايديت اوبريشن قد تكون يا اما ادراج او حذف او استبدال. هجيت هاي هنا من هذا للسترينج الاول هنا بدي يكون في عندي تو ديليشن اوبريشن، ومن هاي للثانيه عباره عن سبستيتوشن وديليشن بالضبط، ديليشن للاف وسبستيتوشن لل انه يعني اضافه بالضبط، والثالثه نعم وهكذا. فبالتالي يعني زي ما قلت لك انه انت تخيلها زي هيك انه كم عمليه ايديت انت بتحتاج عشان تحول هذا السترينج لهذا السترينج، وبهذه الطريقه بتقدر تقول انه والله اس 1 بيشبه اس 3 تمام اكثر ما اس 1 بيشبه اس 2، انه هذا عمليات الايديت اللي انا بحتاجها عشان احول من اس 1 لاس 3 اقل من عمليات الايديت من اس 1 لاس 2 مثلا تمام. ممكن تكون كذا عملية insertion تمام؟ هجيت الكوست تبع الكوست الأعلى تبع substitution نعم كيف؟ نعم هكذا حنشوفها في المعادلة هنا. يبقى أنا عندي هنا two strings بدي أعملهم alignment تمام؟ هذا أنا عندي كم حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
وهذا نفس الاشي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عشان الالاينمنت تزبط معايا. ايش بدي اسوي؟ انا بدي احط هنا اشي زياده وبدي احط هنا اشي زياده، تمام، عشان انه يكون في عندي اكبر كم من الالاينمنت بين الاحرف. انه هنا انا عندي هنا تي اي او ان وهنا تي اي او ان وهنا الاي تيجي قبال الاي زي هيك. هذه أضبط حاجة إنه نعملها زي هيك، تمام؟ فهلقيت بعد ما أنا عملنا الالايمنت بدنا نيجي نحسب قديش أنا عملية إديت أنا بحتاج عشان أحول من هذا السترينج لهذا السترينج. فهنا لو إجت طلعت هذه عبارة عن ديليشن وهاي سبستيتوشن، هاي التي بدنا نحولها لإكس سبستيتوشن، الإي هي نفسها الإي nothing، وهنا عبارة عن insertion. هنا أنا عندي فراغ وبدي يصير في إدراج لحرف السي، فهذه insertion، تمام. هذه N that's your U substitution استبدال بهذا الشكل. فكم عملية أنا عندي؟ 1 2 3 4 5 عمليات عشان أحول من هذا السترينج لهذا السترينج، تمام. نعم، لانه الاي موجود هنا مش موجود هنا. انا بقول بدي احول من هذا لهذا عشان انه هذا احوله لهذا، صحيح العكس، نعم، عشان هذا يتحول لهذا، تمام، لازم تعمل ديليت لهذا، تمام، ولازم تعمل انسيرت للسي بهذا الشكل. وهذا تستبدله بده يصير اي وهذا بده يصير اكس، تمام. كيف؟ صحيح، عشان هيك احنا حنشوف لما بدي اجي احسب الايديت ديستانس بدي اجي اعمل ماتريكس زي هيك، تمام، واجي احط انه الاحرف السترينج الاول واحرف السترينج الثاني واجي احسب الحسابات لكل الاحتمالات ونستخدم الدايناميك بروجرامينج، تمام. بس هنا عشان احنا نفهم انه العمليات انه انا احول السترينج هذا للسترينج هذا، تمام. فبالتالي هنا الايديت ديستانس زي ما حكينا 5، هاي 2 4 5، خايف ايش؟ خايف تسأل. هو اللي انت عملته في زميلك المرة اللي فاتت، شايف كيف الواحد بقع في شر أعماله؟ هو زميلك سأل سؤال كان غايب المحاضرة الماضية، قلت له كشفت حالك. انت انت الويندو تبعت الذاكرة تبعتك قديش؟ 3 أيام؟ يومين؟ طيب الفكرة في الموضوع ببساطة انه احنا بدنا نحكي على الايديت ديستانس ببساطة، انه بدنا نشوف تو سترينجز قديش انه بيشبهوا بعض، وايش التطبيقات تبعتها؟ التطبيقات تبعتها ببساطة انه ممكن استخدمها في السبيل كوركشن. لو انا كتبت كلمة غلط كيف بدي اجيب الكلمات المشابهة الكانديديتس طبعا من القاموس، يعني هاي كلمة خارج القاموس، فبدي اقترح عليه كلمات من القاموس بس في نفس الوقت بدها تكون تشبه هاي 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 الجملة السهم ما زبطش، تمام. فانه هاي بده يكون في عندي الليستة زي هيك، كيف حددت انه هدول بيشبهوا بعض او هدول يعني بيشبهوا هذه الكلمة؟ من خلال الايديت ديستانس، كذلك مستخدمة في الكمبيوتيشنال بيولوجي. فالايديت ديستانس تعريفها انه انت كيف تخيلها، انه انت
قديش عمليات الإيديت اللي أنت بتحتاجها عشان تحول هذا السترينج لهذا السترينج؟ إيش هي عمليات الإيديت؟ ثلاثة. Insertion, deletion, substitution. هديك suggestions إنه بتعتمد على language model. لسه هناخده الشابتر الجاي. هاي مستخدمة في التدقيق الإملائي وأنت أكيد بتشوفها بتستخدمها في الأوفيس زي هيك يعني. تعمل right click وبقترح لك بالضبط. فإنه كيف تحددت بالإيديت ديستانس. تمام؟ فهنا شفنا إنه هذا احتمال من الاحتمالات إنه عشان أحول هذا النص هو السهم بالعكس. احنا اتفقنا إنه السهم بالعكس عشان أحول هذا لهذا فإيش بلزمني؟ بلزمني عملية ديليت للآي واستبدال الان بدها تصير اي والاكس والتي بدها تصير اكس سبستيتوشن. هنا السي مش موجوده بده يصير انسرشن والان بدها تصير يو. فعندي هنا خمسه صحيح. هاي السهم زي هيك كيف والتحويل من تحت من تحت لفوق. هاي السهم زي هيك. انا لخبطت في الاول حطيته من فوق لتحت بعديها استدركت الموضوع. هجيت حقيقة أنا بدي أحول هاي لهاي صحيح هيك تخيلها. تحويل هاي عشان الإكسكيوشن تصير intention إيش بلزمني؟ أعمل delete للآي substitute أستبدل الآن والتي وأعمل إدراج للسي. كيف؟ الانتنشن بدها تصير اكسكيوشن مظبوط. هي الانتنشن بدها تصير اكسكيوشن مظبوط. تمام اجيت الانتنشن عشان تصير اكسكيوشن ايش بدك تسوي؟ تمام بدك تحذف الاي وتستبدل الان والتي وتضيف السي. نعم بالضبط. اوكي وهذا السهم بده يكون العكس. تمام الله يسامحه اللي حكينا في الاول لا السهم العكس وانا مشيت وراه يعني. انت خلاص طيب. هقلت لو اعتبرنا انه الكوست تبعت اي ايديت اوبريشن واحد فهنا انه بنحتاج خمسة ايديت اوبريشنز. تمام الكوست واحد هي خمسة اوبريشنز لا كل عملية ايديت الكوست تبعتها واحد. تمام احنا هنا كم عملية محتاجين؟ هاي واحد تنتين ثلاثة اربعة خمسة. هاجيت احنا عندنا ثلاث عمليات. هاجيت احنا لو حسبنا كل اوبريشن انه الكوست تبعتهم كلها نفس الاشي وقيمتها واحد فهنا بيطلع الايديت ديستانس انا عندي خمسة لانه هاي عد واحدة تنتين ثلاثة اربعة خمسة. ولكن اذا اعتبرنا انه الكوست تبعت السبستيتوشن اثنين انه بتشكل عندي عبء اكتر
تمام، لانه انت فكر فيها السبستيتوشن هي عباره عن انسرت وديليت، غير الانسرت لحال والديليت لحال، فكر فيها زي هيك. فبالتالي بدي احط الكوست 2، وهذه الايديت ديستانس مشهوره اسمها ليفنستاين. تمام، طبعا ما تقوليش ليش الاس اتش تنطق شو اسمه، لانه انا مش عارف. تمام، ليفنستاين مش عارف، مش على اسم الشخص اللي هو عملها يعني. تمام، فبالتالي هنا substitution عبارة عن insertion deletion، فبالتالي الكوست بتصير 2، فبالتالي نيجي نحسب الكوست قديش؟ 8 بالضبط. فهنا انه هنا 4 و 2 6 عفوا انا عملت على الاي هاي 2 4 6 7 8 بالضبط، مزبوط، هاي 8. ايش هو اللي مش مستوعب؟ حكيت انت بدي اياك تعتبر الدي والاس والاي، كل عمليه بتكلفني 1 1 1. حكيت تحويل الانتنشنال اكسكيوشن قديش بكلف؟ 1 2 3 4 5. تمام، اجيت قلت لك لا هذا الحساب انا ما بديش اياه. تمام، بدنا نعمل حساب جديد. ايش قلت لك؟ الديليشن 1 والسبستيتوشن 2 وهاي 1. ليش؟ لان نفكر فيها انه السبستيتوشن هي عباره عن عمليتين. تمام، فبالتالي تعال عد، هاي 2 4 6 7 8. تمام، فهي هذه 5 اذا كانت الكوست كلها 1، وهنا 8 اذا كانت انه substitution 2. تمام، على احنا بنحكي على المثال الموجود عندنا، المثال الموجود عندنا الكوست تبعته 8. تمام، طب الالاينمنت هنا لو كان في عندي سيكونس بهذا الشكل، تمام، الالاينمنت انه انا في عندي هنا تو سترينج، هذا السترينج اس 1 وهنا اس 2، فالالاينمنت بدها تكون زي هيك. تمام، بدي اضبط انا عندي هذول الاثنين بحيث انه اقدر اعمل الالاينمنت لاكبر كم من الاحرف. بالضبط، انه انت بده يكون في عندك هنا هذه، انه في عندك انسيرشن هنا. تمام، هيو هذه حطها فاضيه، وهنا عشان هذه تصير زي هذه بدك تعمل انسيرشن للتي. تمام، ديليت للتي، ماشي اوكي. وهنا انا عندي الجي هي موجوده، هنا حط لها خانه فاضيه، هنا انت عندك هذا السترينج كله صار الايند مع هذا. تمام، هنا في خانتين فاضيات، هذا السترينج كله الايند مع هذا وهكذا. تمام، يبقى هنا الالاينمنت الهدف انه انت تعمل الاين لاكبر كم من الاحرف ممكن، ترتبهم بطريقه انه تعمل الاين لاكبر كم من الاحرف. كيف بدون ايش؟ لا لا، مش باقل كوست، هدف الالاينمنت. انا بقول لك احنا في التطبيقات في عندنا شغلتين، في عندنا انه احنا ممكن نستخدمه في السبيل ايرور، كيف بدنا نجيب المقترحات حسب الايديت ديستانس، او في عندنا تاسك ثانيه اسمها الاينمنت. ايش الاينمنت؟ انه انت تعمل محاذاه، تمام، لكل حرف انت عندك في السترينج الاول والسترينج الثاني، وانه انت ترتبهم مع بعض. فالغرض هنا انه انت تعمل محاذاه لاكبر كم من الاحرف، بحكيش انا على الكوست بغض النظر عن الكوست. تمام، كيف كيف؟ نعم، لازم
ثواني ثواني بس عشان ما انا فهمت قصدك انه انت قصدك انه 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 انت انا بيهمنيش يعني انه الكوست في الموضوع, فبالتالي خلص حول هذا لهذا, فبالتالي انه كل العمليات انه صارت يا اما انسيرشن او سبستيتوشن. لكن ماشي انه انت بتقدر تعتبر انه بشكل امبليسيت انه الالاينمنت انه بقدر الامكان, لما اجي اقول لك انه انا بدي اعمل الالاينمنت لاكبر كم من الاحرف قدر الامكان بحيث انه ما احتاجش عمليات, هي المقصود في الموضوع. يعني بغض النظر عن الكوست, انا بحكي بغض النظر عن الكوست ان هي كمان سواء كانت انه انسيرشن او ديليشن باقل قدر من العمليات. تمام, ليش في شيء ده؟ ماشي, بس الالاينمنت هنا انه انت مثلا ممكن انه انت ترتب الموضوع انه تعمل الالاينمنت بطرق باشكال مختلفه, صح؟ كيف؟ انا قصدي هلا مثلا نحن لازم نعمل الالاينمنت بين الاثنين, بنشوف ايش التشابه. نعم, بس لا نضيف ولا نعملش بنعملش, بس شكل الالاينمنت احنا كيف بنسويه؟ كيف شكل الالاينمنت احنا بنعمله؟ انه انت كيف انه انت ممكن ترتب هدول, فبدك تحط خانات فاضيه زي هيك بحيث انه انت انه انت يعني تعمل محاذاه لكل حرف مع الحرف اللي بيقابله. كيف هو اديت؟ بس احنا ما بنعمل الاديت, ما بنطبقه, هاي المقصود. صحيح صحيح. يعني انا معناته ان انا بديش ان انا احول الانتنشن للاكسكيوشن. الهدف ان انا بدي اقيس قديش الانتنشن بتشبه الاكسكيوشن, بس هل انا ححول فعلا؟ لا. التعريف الايديت ديستانس او يعني قديش انه هذا السترينج بيشبه هذا السترينج, هو عباره عن عدد العمليات اللي انت بتحتاجها لتحويل هذا السترينج لهذا السترينج. لكن هل انت فعلا حتحول؟ لا, انت حتحسب عدد العمليات وساعتها بتعتبره مقياس للتشابه, بس مش حتحول. تمام, طيب هنا نيجي على مستوى الكلمات. واضحة الامور لغاية الان؟ يبقى هنا التاسك انه انا given two sequences بدي اعمل align لكل حرف مع الحرف المقابل لإله او لجاب. يعني ما بتعمل align لحرف او لفراغ بحيث انه تزبط معاك الالاينمنت. نيجي هنا في الماشين ترانسليشن, هجيت انا عندي ناتج الترجمة, كيف بنقيم الماشين ترانسليشن؟ الماشين ترانسليشن انا بيكون في عندي هنا موديل, بدخل له السورس لانجويج, يفترض انه يطلع لي هنا التارجت لانجويج او التارجت تكست. تمام, في عاده بيكون في عندي حاجه اسمها هذا التارجت تكست بنسميه هايبوثيسيس, النص المفترض انه هو يطلع. وعشان انا اقيم اداء الماشين ترانسليشن سيستم انه ممكن يكون في عندي هنا ماشين ترانسليشن 1 ماشين ترانسليشن 2, كيف بقدر اقول انه 1 افضل من 2؟ تمام, يبقى هذا طلع لي هايبوثيسيس 1 وهذا طلع لي هايبوثيسيس 2 زي هيك, اديته نفس السورس تكست. بيكون في عندي حاجة اسمها ريفرنس, باجي بقيس قديش مقدار التشابه بين الار الريفرنس و H1 و R و H2, وبشوف انه والله اللي بيشبه اكتر, ساعتها بقدر احكم انه والله ماشين ترانسليشن او موديل واحد افضل من موديل اثنين او العكس. زي ايش الكور ترينينج؟ بعمل
هو فعليا evaluation. نعم نعم بالضبط. فهذا هو evaluation. فبالتالي هو مستخدم في evaluating للماشين translation. تمام؟ قال لو سألتك في الامتحان قلت لك إنه إحنا كيف ممكن نعمل evaluation للماشين translation model، إيش ممكن نستخدم، إيش تقترح، لسه حناخد شغلات تانية. فبالتالي إنه أنا زي ما شرحت لك هنا إنه أنا في عندي هذا حيطلع output وهذا حيطلع output، بنسميه هذا H1 hypothesis 1 هذا hypothesis 2، بنقيس الـ edit distance بيناتهم مع الـ reference. الريفرنس اللي هو اللي حطه الـ human translator بالضبط. لازم تكون في عندك داتا سيت زي هيك انه من خلالها بتقدر انه انت تقيم اداء الموديل تبعتك، انه انت في عندك هيومن ترانسليتور انه حطه ترجمه. فبالتالي هنا الريفرنس عندي هنا سبوكمان كونفيرمز سينيور جوفرمنت ادفايزر واز شوت الى اخر الخبر. هنا الهايبوثيسز الماشين ترانسليشن طلعوا السبوكمان سيد ذا سينيور. تمام، واضح الالاينمنت هنا كيف؟ انه انا في عندي الاي زياده وهنا الكونفيرمز صارت سيد، هنا سبستيتوشن. لو مسحنا هذا الكلام كله عشان تكون الامور واضحه عندك، فبالتالي هاي نفس الاشي هنا ايش صار؟ سبستيتوشن. هنا صار في عندي في الهايبوثيسز انسيرشن للذا للديفينيت ارتكل سينيور سينيور الجوفرمنت، هنا صار لها ديليت. الادفايزر نفس الاسي واز شوت، وهنا انا في عندي بالضبط. فبالتالي مستخدم في ماشين ترانسليشن، عشان هيك انه هي مهمه جدا ومستخدمه في عده تطبيقات. طيب وين كمان مستخدمه؟ في النيمد انتيتي اكستراكشن والانتيتي كور ريفرنس او كور ريفرنس مره واحده زي هيك. ايش في النيمد انتيتي؟ النيمد انتيتي انا في عندي هنا تكست، تمام، بروح بطلع انا عندي النيمد انتيتي، برضو بدي اعتبرها انه هذه الهايبوثيسز، طلع لي اياها الموديل. وانت بيكون في عندك تيست داتا بتستخدمها في الايفالويشن، انه هي النيمد انتيتي الريفرنس. فبالتالي بتقدر انه انت تعمل كومبير بين هاي وبين هاي، هذه النيمد انتيتي. في عندي شغله ثانيه النيمد انتيتي اللي احنا شفنا مثال عنها في الانترودكشن، انه انت تقدر تعمل تاج للتكست عندك انه هذه عباره عن اورجانيزيشن، هذا عبارة عن proper noun، هذا عبارة عن country، هذه city، هذا عبارة عن اسم شخص proper noun ذكرتها، فزي هيك. تمام، أما core reference إيش هي؟ core reference هي عبارة عن راحت السلايد. الكور ريفرنس انه هنا اي بي ام اندايركت اناونسد توداي انه الاي بي ام بروفيت، فهنا بدي احدد انه هاي تعود على هاي. في عندي كور ريفرنس، تمام. وهنا على ستانفورد بريزيدنت جون هنري اناونسد يسترداي فور ستانفورد يونيفرسيتي، فبالتالي انه هاي انه في لها كور ريفرنس مع هاي. في انا عندي مثال تاني هنا بوضح لك بشكل افضل ايش هو الكور ريفرنس. انه هنا I voted for Nader because he، فبالتالي هي بتعود على نادر، هذه كور ريفرنس للانتيتي because he was most aligned with my values. my لمين بتعود؟ للآي بالضبط. وشي بالضبط
تمام؟ فهذه كتير مهمة في ال... ممكن أن أنا أعتبرها إنه إنه ال... ال... أو الإيد الديستانس ممكن إنه نستخدمها في الإيفاليويشن لهذا النوع من الأبليكيشن. الأبليكيشن هذا كتير إنه هو مستخدم وشفنا هذا الإشي. الكوريفرانس الكوريفرانس مين هو رئيس الولايات المتحدة؟ جاوبني. قديش عمره؟ كوري فرانس. ما احنا شفنا للتشات بوت المرة الماضية الجوجل أسيستنس انه انا سألتك مين هو رئيس، سألت للتشات بوت وسألته قلت له مين رئيس الولايات المتحدة؟ قال لي دونالد ترامب. قلت له قديش عمره؟ فالها تعود على ترامب، فبالتالي هو بيفهم بيقول لي عمره 54 او مش عارف قديش عمره هو اصلا. تمام؟ زي هيك ممكن تيجي تقول لي انه وريني مطاعم الانتجانين هلقيت اكيد طبعا. وريني مطاعم البيتزا اللي موجوده في المنطقه. تمام؟ جاب لي لستة. تمام؟ أو لا خلي شوف هذا السيناريو، جيب لي أقرب مطعم بيتزا في المنطقة. فبالتالي راح جاب لي إياه. فروحت قلت كم يبعد من هنا؟ فبالتالي أنا في عندي كو ريفرنس لما بقول كم يبعد، على أنا بقصد على أقرب واحد اللي هو جاب لي إياه في الأول. فهاي إنه في الجوجل ماب برضو إنه هي مستخدمة، إنه أنت تسأله زي هيك يعني. وهي شغلات انه بديش اقول لك انه لا بعيده، لا صارت مطبقه موجوده يعني. طيب هكذا احنا فهمنا الايدد ديستانس، شفنا كيف نحسب لسه. تمام؟ هكذا عمليه الحساب هي عباره عن سيرش بروبلم، بدنا نوجد الباث اللي هو عبارة عن sequence of edits من الـ start string للـ final string. تمام؟ معنى ذلك انه تحويل الـ intentional execution في انا عندي اكتر من path، في عندي اكتر من طريقة للتحويل، في اكتر من طريقة. زيح هذه هيك واستبدل هذه مع هيك، وفي طريقة تانية لا استبدل هذه مع هذه وضيف هذا الحرف زي هيك. فبالتالي انا في عندي اكتر من path عشان تبدأ من الستارتر سترينج عشان تنتقل للفاينل سترينج. يبقى الانيشال ستيت عندنا هي عبارة عن مجموعة الكلمات اللي احنا بدنا نعملها ترانسفورميشن. مجموعة الكلمات the words that we are transforming. والاوبريتورز ايش العمليات اللي احنا اخذناهم؟ الثلاث عمليات insertion أو insert, delete, substitute. والgoal state إنه بالضبط الكلمة اللي إحنا بدنا نحاول نحصل عليها أو نحول لها. تمام؟ والpath cost إنه إحنا بدنا نوجد، بدنا نعمل minimize لعدد عمليات الإيديت عشان نصل من الgoal، من الinitial للgoal، من الinitial للgoal. بدنا أقل، عشان هيك بنحكي المين إيديت ديستانس. نعم. فبالتالي عشان تكون الأمور واضحة بالنسبة لإلك، إنه خليني أنا أرجع هنا. هنا خلي بالك إحنا بنحسب المين إيديت ديستانس عشان نحول من هاي لهاي، وبرضو هاي لهاي برضو المن. معنى ذلك انه عشان نحول من هاي لهاي في عندي عدة طرق، بس احنا اخذنا ايش المينيموم منها. وبرضو نفس الفكرة، هاي عشان نحولها لهاي في عندي عدة طرق، عندي possible ways عشان انه نحول من هاي لهاي، بس اخذنا المينيموم. فبالتالي الليستة هذه اجت على حسب المينيموم. تمام؟ تمام يا جماعة؟ طيب
يبقى الانتنشن ممكن اجري عليها عمليه ديليت للاي صارت زي هيك، وممكن اعمل انسرت للاي فبتصير زي هيك، وممكن اعمل سبستيتوت لحرف معين انه الاي تصير اي بتصير زي هيك. فبالتالي هاي الستيتس الممكنه، تمام؟ فبالتالي انه هاي صار لها ترانسفورميشن لهاي، انه انا اعمل ديليت لحرف وهنا انسرت لحرف وهنا استبدال الاي صارت اي. طيب فبالتالي بدنا نعتبر المينيموم إديت هي عبارة عن سيرش بروبلم، تمام؟ فبالتالي في السيرش أنت في عندك حاجة اسمها سيرش سبيس. للأسف السيرش سبيس عشان تعمل إديت لكل السيكونسز هيوج، ضخم جدا. ببساطة بنقدرش إنه بسذاجة إنه نعمل نافيجيت لكل المسارات أنا عندي في هذا السبيس. نعم ممكن انا في عندي عدة مسارات بتأدي لنفس الستيت، مسارات مختلفة بتأدي لنفس الستيت. فبالتالي احنا ايش بدنا نسوي؟ احنا مش محتاجين نعمل تراك لكل المسارات هذه، احنا فقط ممكن نعمل تراك للشورتست باث او بالاحرى اللي بتكون مينيموم، تمام؟ وخاصة انه انت اللي عملت لها ريفيزت. هيا نفترض انه انا في عندي two strings x y الاطوال تبعتهم مختلفة، ال x طوله m وال m وال y طوله m، تمام؟ بدنا نعرف انه d distance بين ال i وال j هي عبارة عن ال edit distance بين ال x وال y باستخدام ال indices هدول، انه الاي بيبدا او الاكس بيبدا انا عندي من اكس واحد لغايه الاكس اي، والواي من الواي واحد لغايه الواي جي. تمام؟ هيك احنا خلصنا الديفينيشن. بدنا ندخل الان على الكمبيوتيشن. كمبيوتيشن بدنا نستخدم حاجة اسمها Dynamic Programming. ايش مفهوم Dynamic Programming؟ خدتوها؟ ايش هي Dynamic Programming؟ هذا Shortest Path. تعمل بريك للبروبلمز للسب بروبلمز، اذا حليت السب بروبلم بتحل المشكله الاساسيه. بالضبط بالضبط. يبقى هي عباره عن سولفينج بروبلمز باي كومباينينج سوليوشنز تو سب بروبلمز. يبقى تعمل بريك للبروبلم للسب بروبلمز، اذا حليتهم وعملت كومباين خلاص حليت المشكله الاساسيه، تمام؟ بالضبط. هي تابيولر، هي عبارة عن تابيولر كومبيتيشن. زي ما تشوف حلقات أنا في عندي تابل بنحط فيه كل الاحتمالات وبنمشي عليه. طيب يبقى احنا بنعمل كمبيوت للآي والجي فور سمول آي وجي، وبعديها لللارجر آي وجي، تمام؟ بنستخدم لبريفيسلي كمبيوتد سمولر فاليو. كمان مرة، ايش أسلوب البوتوم أب؟ انه السمولر آي وجي نحسب الدستانس. ايش يعني اي و جي انه تكون سمول؟ ممكن ابدا 1 2 3. مش احنا حكينا انه انه الاكس اي، تمام؟
للسمولر فاليو 1 2 3، لكن اكس 10 لا، بروح بعتمد على الاكس 9، والاكس 9 بعتمد على الاكس 8، بكون انا عملها كومبيوتيشن في البدايه بالضبط. فهذه الصغيره بتسهل علي الكومبيوتيشن تبعها، لكن الكبيره بروح بعتمد على البريفيسلي كومبيوتد سمولر فاليوز بالضبط. تمام، هاي التابيولر كومبيوتيشن. فجيت الالجوريثم طبعا على اساس ليفنستاين، هو انا عندي بعمل انيشلايزيشن للدي اي 0 بتساوي اي، والدي 0 جي بتساوي جي، وبروح بعمل ريكرنس ريليشن. انا عندي هنا نستد لوب، وبروح بحسب انا عندي الديستانس بين الاي والجي، ان انا اوجد المينيموم بين هذول الثلاث شغلات. تمام، هجيت هذا عشان اوضح لك اياه بشكل افضل. الافضل ان اعرض لك اياه من وين؟ من الكتاب. وانا بدي اياكم ترجعوا للكتاب، لانه الصحيح في شغلات كتير مفيده. هيو الباب الثاني. حقيقة الدي والدي اي جي زي ما اتفقنا ان احنا بدنا نعتمد على البريفيوس كومبيوتيشن، بدنا ناخذ المينيموم من هدول الثلاثه. بدي احسب هاي لحال وهاي لحال وهاي لحال، واروح اختار المينيموم بيناتها. هذه هي عباره عن الاي ماينس 1 تمام جي، وهنا الاي جي ماينس 1 تمام، وهنا اي ماينس 1 وجي ماينس 1 تمام. هنا بدها تكون الديليت كوست للسورس اي، هنا الانسيرشن كوست للتارجت اي، وهنا السبستيتوشن سورس اي تارجت جي. عفوا هذه انا حكيتها اي بس هي جي. تمام، صحصحين معايا؟ تمام. طيب لو احنا شغالين نظام ليفنستاين، هنا الديليت قديش؟ واحد، والانسيرت واحد، وهنا يا اما بتكون اثنين اذا كانت السورس لا تساوي التارجت، وبتساوي زيرو اذا كانت السورس بتساوي التارجت. تمام، يبقى هذه المعادله انه اختصرناها زي هيك. وهنا مجرد انه نحسب الديستانس، هنا الماينس واحد معناها البريفيوس بالضبط، البريفيوس ستيب. تمام، فهنا اوضح في الكتاب من السلايد نوعا ما. انا حكيت هيك بالترتيب، اوضح في الكتاب احسن من السلايد، مش العكس صح؟ مش عارف، انا حاسس عندي المحاضره هذه بعكس كتير يعني. طيب ايش بروح بسوي؟ بروح بعمل تيبل، ايش بحط فيه؟ انتنشن واكسكيوشن. نعم، هجيت هنا بروح بحسب هذا وبروح بحسب هذا. هذا كيف بحسبه؟ اذا كان انا عندي السترينج بدي اعتبر هذا اس، هيك بدنا نعتبره هذا اس واحد، وهذا بدي اعتبره اس اثنين. تمام، اذا كان الاس واحد هو فقط عباره عن اي، واس اثنين عباره عن امتي سترينج، فبالتالي كم عمليه انا بحتاج؟ عمليه انسيرت واحده. طيب لو كان اس واحد عباره عن اي اكس، واس اثنين عباره عن برضو امتي سترينج، فكم عمليه ايديت بحتاج؟ تو انسيرشن. هذا امتي سترينج انا بحكي، فبالتالي مدام انه اس وامتي، فاعمل انسرت لهدول الحرفين بصير هذا زي هذا.
تمام؟ وهنا وهكذا and so on 3 4 5 6 هنا empty string وانا عندي الـ 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 هنا انا عندي empty string اس 2 واس 1 عندي EXECUTION بحتاج 9 عمليات insertion عشان يصير هذا اس 2 الامبتي كان بدي اعمل 9 عمليات ادراج فيه عشان يصير زي اس 1 وهنا نفس الاشي بالمثل تمام؟ انه انا عندي هنا اس 2 واس 1 انه بعمل له حسابات زي هيك هنا عملية انسيرت واحدة 2 3 4 9 لغاية 9 تمام؟ بعديها ببدأ بالضبط لما يكون في عندي هنا I وهنا يكون في عندي E لحال وبعديها EX وبرضو الI EXE I وهكذا تمام؟ وبدي اعتمد على البريفيوس كومبيتيشن الكمبيوتيشن كيف؟ هاي نحن عبي هاي بحطبق هذه المعادلة تمام؟ انه حيكون واحد حاخد من المينيموم واحدة من هدول الثلاثة تمام؟ هنا زائد واحد وهنا زائد واحد وعرفنا ليش وهنا يا ما حتكون اثنين او صفر اثنين اذا كانوا مختلفين وصفر اذا كانوا نفس الشيء هون عند الاي حاطين سبعة هي المفروض تكون نفسها اللي قبلها لانه انا عندي اي واي وهون عامل انسيرت وين هاي هذه يا استاذ انا بحكي اذا كان عندي اي اكس اي سي يو تي اي لا مع امتي سترينج مع امتي سترينج تمام يعني هذا كله مع امتي سترينج 9 عمليات انسيرشن وهنا لغاية الاي 7 عمليات انسيرشن عشان اس 2 يصير زي اس 1 تمام هذا وهذا خلاص معروف يعني وانت عرفت ليش اجى زي هيك تمام وتوقع انه يجي لك سؤال في الامتحان انه هاي تو سترينجز بدك هاي التيبل وبدك تحسب له عادي جدا معلش زي السلام عليكم بسيطة بيس اوف كيك ممكن اجيب لك مثال تاني اطوال تبعتهم مختلفة كيف الفرق انسيرشن لا ما هو انت هنا بتجيب كل الاحتمالات انه انت عندك هنا لا هدول مش نفس الطول هنا 9 و 9 في فرق بيناتهم حرف في عندي مثال تاني مش نفس الطول هاجيت هنحسب طيب هاجيت انا عندي هنا هذا تمام هنا ايش بيكون في عندي اي في السترينج هذا وعندي اي في السترينج هذا سبستيتوشن يبقى اثنين طيب نيجي للي بعده ثلاثة هذا احنا بنحسب في هذا في هذه الحالة ايش بيكون في عندي اي اكس وعندي اي تمام فهي عبارة عن عمليتين انسيرت تمام بالاضافة لعملية عملية سبستيتوشن وعملية انسيرت بالضبط فبالتالي 2 زائد 1 3 صحيح لا انا عندي هنا انا ماشي زي هيك تمام هذه اوريدي خلاص حسبناها هلقيت عند الثلاثة هنا ايش بيكون عندي سب سترينج انا عندي اي اكس تمام هذا بعتبره اس واحد والتارجت انا عندي اي بس حرف واحد هذا الصف كله على الاي تمام بعديها مثلا هاي ايش بده يكون في عندي اي اكس اي سي مع اي ان تي عشان احول هذا لهذا كم عمليه كيف والله اذا بتقدر اه لا لا لا
تمام؟ هنا حكيت هذا صعب حسابها حسابها بدنا نعتمد على البريفيوس عشان هيك احنا بنمليهم واحد واحد وبنعتمد على اللي بعدين. هاي على سبيل المثال ايش انا عندي السترينج اكسكيوشن ما عدا الان مع ايش مع اي ان تي اي ان بالضبط حتطول اكثر. هذه عشان تجيبها بدك تعتمد على البريفيوس. لا بقدرش ان انا يعني انا اقول لك انه لا لازم نمشي نمليه بالترتيب. هاي لما اجي انا احسب على الاربعه والله انا عندي هدول الثلاثه بختار المينيموم بيناتهم بصير بمشي زي هيك اسهل. تمام هاجيت هاي تمام بختار المينيموم بين هدول زائد واحد مثلا بتصير زي هيك. ليش لانه زائد واحد انا عندي هنا اي وان فبالتالي انا عندي المينيموم أربعة زائد سبستيتوشن اثنين خلينا ماشيين واحد واحد تمام. لا ليش هو ترتيبها لازم احط في الماتريكس يكون اول فاضي بعدين احط ليش لانه فاضي هنا لانه انا بدي اعتبر السترينج هذا والسترينج هذا انه امتي بحطه امتي يعني هذه ممكن تعتبريها انه زي هيك بدون تمام. هنا امتي سترينج مع امتي سترينج بحتاج لزيرو اوبريشن. هنا اي مع امتي سترينج بحتاج لون اوبريشن انسر تمام. لا هي بتسال جزئيه انه انا ليش هذا لازم اضيفه لازم اضيف الامتي سترينج لازم. هاي هذا مربع احنا حسبنا هذا تمام. نيجي لهذا ايش انا عندي اي اكس مع اي بالضبط كيف اول حرف يقول انا عندي سبستيتوشن بدل انسرشن صار ممكن في اول حرف يكون نفسه يكون اول حرف صفر بعدين تاخذ السيرشن بصير 1 لو كان الاكسكيوشن بدل اول حرف فيها اي ما بعرف يكون صفر صح ولا مش اوبريشنز اذا كان اول حرف اي الاكسكيوشن نعم بعدين السيرشن يكون تبع السيرشن حرف يعني تقريبا تطور اول حرف اول صاغ اول حرف نفس تقريبا تقليدي نفس هذا بس اول واحده يا بتكون الثاني يكون صفر وطلع بعدين ايش في شيء اول حرف لا مش مش بدي احولها لا يعني بدي احذف اول حرف او بحذف حرف منهم حرف واحد احوله لها يعني هذه احولها لهذا شو بدي اعمل هذه بدي اعملها سبستيتوت تصير اي وهذه بدي اعمل ديليت حسب الترتيب بالضبط يبقى 2 زائد 1 3 كيف؟ جا اختار المينيموم؟ بالضبط. بالضبط. تمام؟ بتزيد اثنين. مش متساويينهم. هجيت الاس اي الاس اي وال 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 والاس جي ما بيساووا بعض فبالتالي اثنين تمام فبالتالي والمينيموم انا عندي هنا والمينيموم انا عندي هنا واحد اثنين زائد واحد ثلاثة بالضبط. هنا شوف الخمسة ايش المينيموم هنا ثلاثة وهنا الاس اي هي نفسها الاس جي لا زائد اثنين خمسة
نيجي نشوف لحرف متشابهين اللي هو اي مع الاي هذه لا الاي لا هذه ايوه مع الاي ليش رجع على 7 ليش حطها 6 7 ايش المينيموم هنا 6 والاي هي نفس الاي يبقى ما فيش ايديت اوبريشن بالضبط تمام كمان واحده ثانيه اللي هنا الان وهنا ان باجي بتطلع هنا ايش المينيموم انا عندي 8 مش عندي ولا عمليه بالضبط كيف لا 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 هاي هذه هنا هاي هذه مثلا التي تمام تعال تعال امشي هيك تعال امشي هيك تمام هاي هذه 8 ايش المينيموم انا عندي هنا 7 تمام وهنا ايش شو اسمه ايش سبستيتوشن تي مع الاي استنى هذه عشان نتأكد منها انا عندي اي اكس اي وهنا انا عندي زي هيك نعم بالضبط حسيت تسعة لا سبعة من المهم أنا عندي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 أنا عندي المينيموم 7 وانسرت 1 لأنه مش نفس الطول نعم بالضبط لأنه هنا أنت تعال تطلع على المعادلة وارجع لها هنا هنا أنت بدك تشوف أنت بتعمل ديليت ولا انسيرت ولا سبستيتوت تمام فبالتالي بتحدد هاي على حسب أنه نعم قصدي كمان انت بتحدد انه هي سبستيتوت هي مختلفات هما مختلفات بس بتحدد انه سبستيتوت ولا انسيرت على حسب اذا كانت اطوال تبعتهم مختلفه كيف وين الثانيه ايش يعني في الثانيه هذه ما هي هذه هي نفسها هذه لا انت بس انت في عندك هذه الحاله او هذه او هاي ماشي بس انت بدك تختار المينيموم من هدول عند الاي هذه والاي اي اي هذه صحيح استخدم الثاني صحيح لان المينيموم هو صار بالسبب هو عمل سبستيتيوشن فصار 2 ما هو 7 منهم 7 وين صارت 9 ماشي مش هذا مش سبستيتوشن انا عندي 2 انسيرت استنى ارجع لك هنا على المعادله لا انت هذه شوف ركز فيها شويه هنا زائد الديليت كوست هنا زائد الانسيرت كوست تمام وهنا زائد السبستيتوت كوست يا هاي
تمام. فبالتالي هنا الديليت والانسيرت احنا متفقين واحد واحد، وهنا اثنين. مش معناته انه اثنين معناته انه سبستيتوشن، ممكن تكون اثنين انسيرت. اه هذه هي نفسها هذه، بس ايش استبدل؟ انه الديليت كوست واحد، هذه نفسها هذه هي بالضبط، والانسيرت كوست واحد، والسبستيتوت بيقول لك في لها حالتين، يا اثنين يا صفر بالضبط. في حاله السبستيتوشن، لكن في حاله الانسيرت بالضبط. تمام. اول صف ما عدا اول صف. طب هذه هاي الثلاثه جبناها تمام، تعلي على الاربعه. عندي اي اكس اي واي واثنين ديليشن تمام. انا عندي اي اكس اي بدها تصير اي تمام. اعمل سبستيتوت عشان تصير هذه زي هذا، هاي اثنين واثنين ديليت، هاي واحد واحد اربعه تمام. قيسها من ناحيه المينيموم، ايش المينيموم من هدول؟ اثنين. هل هذه هي نفسها هاي؟ زائد اثنين بالضبط. وهنا نفس الفكرة، وهنا نفس الفكرة. وين؟ اللي عليها مربعة؟ أربعة. آه. إيش يعني كلهم أربعة؟ ما أنت بتقول هنا أنا مش عارف على وين قصدك بالضبط. الاي والاي ماشي تمام. هل قبليها ايش؟ في ثلاثه صح؟ هذول صح؟ لا انا مش عارف. ايش قصدك قبليها ثلاثه؟ الستب اللي قبلها يعني مربع اللي قبل الستب اللي قبلها. اه ثلاثه ماشي. اه في حد ينسى يضيف واحد يصير اربعه نعم. المربع اللي تحت الثلاثه نعم بضيف كمان او بعمل ديليت بس ديليت اربعه نعم. انه حطيت مش متساويين نضيف اثنين في اربعه بالضبط. هنا لسه تكون اربعه اربعه اربعه. هنا قصدك انه تكون هنا اربعه اربعه اربعه. ليه؟ هذه انه previously computed. ماشي ماشي لك بالضبط. طلع المينيمم ديستنس متساوي في كل الحالات. اه فهمت عليك. يعني هذه يعني سواء انه انت اعتبرتها من الستيب هاي او الستيب هاي او الستيب هاي بيطلع أربعة. ماشي مزبوط مزبوط. اه بالضبط. انت خذ لي المينيموم للثلاثة انه زي هيك ايش؟ انا والله بطلع لك على الرقم هذا، جبته صح تاخذ العلامه، جبته غلط بدي لك حق الحبر بس. بس حق الحبر. لا ولا حاجه. نحن هنا ماشيين واحدة واحدة. هل قلت هاي؟
هذه ايفون هذه حقت هذه انت عندك هنا اي واي ان بالضبط لانه واحد قديش ثلاث بالضبط المينيموم قديش واحد زائد اثنين لانه الان لا تساوي الاي لا تساوي الان كيف اه واحد. بس انت تحسب هذا مش هذا هذا عفوا تمام بالضبط بالضبط ايش تقصد انه المينيموم بعد ال بالضبط اه نعم لا هنا المينيموم للبريفيوس طلع على المعادله هنا اي ماينس 1 تمام اجيت الاي ماينس 1 هنا انه اعتبر هذه اي وهذه جي تمام فانا هلقيت انا هنا لما تقول لي الاي ماينس 1 معناها انه انت رجعت لي هنا عند الاي ولما تقول لي جي ماينس 1 معناها انه انت نزلت لي هنا هذه اي ناقص 1 وجي ناقص 1 بالضبط تمام فانت بتاخذ هنا اي ماينس 1 وهنا جي ناقص 1 هنا اي ماينس 1 وجي ناقص 1 اللي يعرف القطر بالضبط تمام انت بتقول لي من وين انت بتجيب الاسئله هاي بكشف لك شويه مصادر يعني زي هيك طيب هاي انا عندي شوفك جلست حالك وشو طيب نجرب سترينج تاني A B C D E F A B C D E F والسترينج الثاني A Z C E D لا مش نفس الحرف اه C E D تمام فهي في تول اونلاين انه برضه ممكن تحسب الايديت ديستانس بس انا مش جبت لكمش اللينك فححط لكم اياه هنا على وجهه طلعت انه الاي هي نفسها الاي تمام هنا بده يصير في عندي استبدال السي هي نفسها السي تمام الدي انا عندي زياده لانه الاي هي نفسها الاي تمام فانا عندي هنا substitution وهنا deletion
وهنا substitution انه الاف بدها تصير دي. فبالتالي الايديت انا عندي قديش؟ تنتين substitution وواحدة deletion تمام؟ اثنين واثنين اربعة واحد خمسة تمام؟ هذا في حال انه الكوست انا عندي لو شغالين نظام ليفنستاين. اما لو شغالين نظام انه الايديت ديستانس عادية بده يكون انا عندي الديستانس هنا ثلاثة وهو اللي ماشي عليه في هذا المثال، لانه هنا بعد ما تشوف انه انا بحتاج لثلاثة ايديت اوبريشن فهذا هو الحل، انه الكوست تبعتهم معتبرها واحدة تمام؟ اما في حال كوست الديليشن تنتين فحيصير انه الديستانس بيناتهم خمسة. فانت ممكن تفكر فيها زي هيك انه هاي انت جبت الحل بالطريقة هذه بطريقة اد هوك، انه انت جيت حسبتهم انه انت as a human زي هيك، لكن احنا بدنا الجوريثم للكمبيوتر بحيث انه يقدر يحسب الايديت ديستانس. طبعا هنا انا عندي empty string وهنا انا عندي empty string تمام، فبالتالي هنا بحتاج لزيرو اوبريشن من empty string لempty string. هنا بعتبر a مع empty string بحتاج لعملية ادراج واحدة، هنا عمليتين ادراج ثلاثة أربعة خمسة، وهنا نفس الفكرة اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهنا الأطوال تبعتهم مختلفة تمام. هذاك المثال انت يمكن شفت انه الطول نفس الطول لكن هذا الأطوال تبعتهم مختلفة. طيب نيجي الآن، أنا عندي الـ A خلصناها لما يكون في أنا عندي empty string بحتاج لعملية insertion واحدة. نيجي نكمل زي هيك A و A zero، A و B insertion واحد تمام؟ شغال الـ LCD؟ كيف صار زي هيك؟ تمام؟ فهنا أنا عندي الـ A، إذا كانت A لوحدة فبحتاج zero operation، إذا كانت A B والA بحتاج ل one insertion، لو كان A B C وعندي الA بحتاج two insertion وهكذا ثلاثة أربعة خمسة تمام. ممكن نحن نكمل بهذا الاتجاه نمشي زي هيك تمام. فأنا عندي زي هيك، أنا عندي A Z مع A تمام، فبالتالي هنا أنا عندي insertion لZ تمام او ديليشن للزي، انه انت بدك تحول هذه لهذه زي هيك. انا عندي هنا A وهنا AZ. طب الان AZC بده يصير في عندي تنتين وهنا ثلاثة أربعة نفس الكيفية تمام. طيب بنكمل. انا عندي هنا AB مع AZ، ايش بحتاج؟ 1 substitution، انه البي بدي استبدلها مع الزي تمام. فبالتالي هنا عمليه الاستبدال يا جماعه ما تعتبر الكوست واحد، لانه الاجابه النهائيه لو احنا على الحسبه تبعتنا انه هذه بدي احولها لهذه خمسة تمام، فالكوست تبعت substitution مش 2 1. فبالتالي هنا بحتاج عمليه substitution من البي للزي، فبالتالي هنا واحد كيف؟ حسب القانون بالضبط. لو احنا شغالين نظام ليفنستاين تمام، كيف اميز بيناتهم؟ انا عندي المينيمم ايديت ديستانس العاديه انه الكوست واحد واحد واحد، لو ليفنستاين الانسيرت والديليت واحد والسبستيتوشن اثنين بالضبط. احنا شغالين على العاديه بالضبط، هذا مثال ثاني على العاديه. فبالتالي انت برضو ارجع على السلايد هاي عشان انه انت تميز.
نعم. يبقى هنا الايدت ديستانس مينيمم ايدت ديستانس عاديه انه الكوست تبعت كل واحده واحد. اما لو حكيت لك هنا بنظام الليفنستاين خلاص يبقى سبستيتوشن الكوست تبعته تنتين. طيب حكيت نرجع هنا، لو انا بدي اخذ المينيمم تبع هدول زيرو، البي هي الزي، بي هي الزي، لا فبالتالي سبستيتوشن، والسبستيتوشن كوست تبعته واحد، نفس الفكره. تمام. نيجي الان هنا ايش انا في عندي اي بي سي مع اي سي اي زي سي، فبالتالي انا بحتاج عندي اي بي سي مع اي زد سي. تمام. فبحتاج هنا لعملية سبستيتوشن واحدة. اي بي سي و اي زي سي، فبالتالي هنا هذه اوكي. تمام. اللي هي بتكون هنا. تمام. على المينيموم ايش المينيموم؟ واحد زائد زيرو، لانه سي بتساوي سي. تمام. هاجيت نرجع لهاي اللي انا لخبطت فيها، هاي هذه عباره عن اي بي سي مع اي زد. تمام. هاجيت هذه سبستيتوشن وديليت، في انا عندي شيء زياده بالضبط، وبدنا نعمل سبستيتوت بالضبط، فبالتالي عمليتين. وبنظام المينيموم انه ايش المينيموم تبع هدول؟ واحد، السي والزي سبستيتوت زائد واحد اثنين. تمام بالضبط. هذه اسهل. شوف ركز ركز معي ركز عفواً بس ثواني بس ركز معي. هاي خليني أنا أوضح لك، أنت في عندك لبس بين الشغلتين. تمام. هادي وهادي. هاجيت هاي مع هاي، الـ A هي الـ A، الـ B استبدال، الـ C delete. كم عملية هيك حسبناها برانية، حسبناها برانية مش بنظام المينيموم edit distance. تمام. إحنا حسبناها بالنظر. تمام. اجيت حكيت انه البي بده يصير لها استبدال والسي بده يصير لها حذف، كم عمليه؟ عمليتين. تمام. هجيت نيجي بنظام المينيموم، خذ لي المينيموم من هذا واحد، هل السي بتساوي الزي؟ لا، زيد عليها واحد. لو ايكوال بتساوي كم؟ بتطبق التنتين، انت ما تلخبطش بيناتهم. النظام العاديه احنا ممكن نعمل العاديه. ايش يعني ليش القطر؟ لا مش لانه كيف؟ عشان تطلع الاجابه النهائيه. الاجابه النهائيه هيها مضبوط. ما هو انت 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 عشان تطلع هاي انت محتاج هاي. احنا بدنا الجوريثم للكمبيوتر يشتغل عليه ويشتغل بنظام الدايناميك بروجرامينج ويعتمد على البريفيوس كومبيوتيشن، فبالتالي مضطر تعمل التيبل كله. يعني هاي انت عشان تجيبها لازم تكون هذول الثلاثة موجودات، وهذول الثلاثة عشان يكونوا موجودات وسع. تمام. الالجوريثم ايش؟ ايش هي؟ مش فاهم. مش فاهم عليك. موجود اوكي. تمام. فهاي اسهل شوي من هذيك، والسترينج مختلفة، واعتبرنا انه الكوست واحد واحد واحد، فبالتالي انه بدك تعتبر انه الفاينل انسر هي ثلاثة، وزي ما حسبنا انه هي
العملية الأولى اللي احنا محتاجينها استبدال، هذه بدها حذف وهذه بدها استبدال، فهي ثلاث عمليات. تمام؟ طيب هجيت النظام المن إدت مع الباك تريس، إن أنا هاي اللي أنا حسبتها في النهاية بدي أجي أرجع لورا وأعمل الحسابات زي كأنه أنا بعمل رول باك عشان أعمل أجيب الحسابات اللي قبل زي هيك، لو أنا كانت موجودة أنا عندي زي هيك تمام، فبالتالي بدي أمشي بشكل قطري زي هيك تمام وأعمل باك تريس وعشان أجيب باقي الحسابات. طيب هاي انه بس ضاف لها نظام الباك تريس، في انا عندي هذه البيج او كالجوريثم، انه من ناحيه تايم ومن ناحيه سبيس ومن ناحيه الباك تريس بده يصير في انا عندي اضافه في الكومبلكسيتي هنا نعم للالجوريثم. هجد في انا عندي الويتد مينيموم ايديت ديستانس، فبالتالي بيكون في عندي هنا ليش لازم انه احنا نضيف ويت في الكمبيوتيشن تبعتي، انه على سبيل المثال في السبيل كوركشن بعض اللترز انا عندي في ممكن يصير لها ميس تايب اكثر من لترز ثانيه حسب الوضعيه اللي موجوده انا عندي في الكيبورد. دائما بيصير انا عندي في بعض الاحرف فيها اخطاء املائيه بيصير لها ميس تايب اكثر من شغلة تانية، هذه من ناحية الـ spell correction. من ناحية البيولوجي في بعض الأنواع من الديليشن أو الانسيرشن تمام ممكن تكون موجودة أكثر من أنواع تانية، فبالتالي بديلها ويت أكثر، إنه كنظام بيولوجي إنه الأحماض الأمينية إنه الفرق بين هذا السترينج وهذا السترينج، إنه في بعض الانسيرشن والديليشنز انه يعني لايكلي انه لها احتماليه اكثر من الانواع الثانيه، فبالتالي بديلها ويت اكثر. وهنا نفس الفكره بعض الاحرف بديلها ويت اكثر تمام بحيث انه ادخلها في الحسابات، فبالتالي هاي الكونفيوجن ماتريكس انا عندي للسبيلينج ايرور. تمام هاي كل الأحرف من A إلى Z، وهنا كل الأحرف تمام، وهنا أنا عندي الـ cost والـ edit distance ممكن أجيب أنا كل الـ combination تبعتها. هاي إيش بدك تستفيد منها؟ تمام كيف؟ هاي حسب الأماكن في الكيبورد أنت بتلاقي حالك إنه خلص أصبعك بتيجي إنه أخطاء شائعة بالضبط. هيك تقريبا احنا بنكون خلصنا المينيموم ايديت ديستانس. اوكي هاي المطلوب منك، بانه حاول ان انت تشوف يعني حدي لك الويب سايت لما يكون في عندي اتصال بالانترنت، حاحط لك اياه الرابط انه انت ممكن ان انت تجرب وتختار النظام وتحل بايدك، ساعتها بتقدر تعمل براكتس وانه تتمرن على الموضوع. يعني لا لا مش مطلوب، بس للعلم يعني انه الباك تريس، انه احنا الفكره هنا انه احنا من هاي احنا جبنا النتيجه النهائيه، الباك تريس انه من النتيجه النهائيه بدنا نعمل زي رول باك انه نشوف كيف النتائج هذه اجت. يعني يعني التطبيقات تبعتها
هذا هذا نعم. هذه الديستانس النهائية. تمام؟ هاجيت أنا استنى ما تضبش يا أستاذ استنى ما خلصناش. هاجيت أنا عندي هاي النتيجة النهائية. بالضبط. هاجيت أنا لو وديتك سترينج تاني A B C D F وهنا وديتك سترينج تاني غير ال A Z C E. تمام؟ قلت لك احسب لي الايدد ديستانس وطلعت انه 4 فبالتالي بقدر اقول ساعتها انه مين اقرب لهذا السترينج هذا ولا السترينج الثاني بالضبط. فبالتالي انت لو تشتغل نظام سبيل ايرور بتروح بترتبهم كسجيشن بهذا الشكل. هذا تطبيق. بدي ادي لك تطبيق ثاني. هاجيت احنا بالعربيه شو بنحكي؟ صح؟ بالتركيه شو بتحكي؟ تشكرات. في الف هنا تشكرات ادرم. شكرا كثير. تمام؟ بالاردو بالاردو عارف الأردو؟ شكريا. تمام؟ فالسؤال الآن أنت بتقدر تجيب الديستانس بين لغات ولا لا؟ مادام احنا بنستخدم نفس الالفابت بتقدر تجيب الديستانس بين اللغات ولا لا؟ مين اقرب احنا الفارسي ولا التركي ولا الاردو ولا البشتو ولا العبري؟ لا مش نفس الالفابت. الا اذا انت عملت ترانسليتريشن. تمام؟ صحيح. تمام؟ وهي هاي الديستانس ليفنستاين مستخدمة لقياس المسافة بين اللغات الأوروبية. هي أصلها كلها لاتيني بتكتب بالأحرف اللاتينية. فبالتالي بقدر أجيب إنه والله هاي الفرنسي موجود هنا بيجي جنبيل أسباني. تمام؟ والإيطالي جاي جنبي. تمام؟ بعديها بتلاقي انه الانجليزي جاي هنا. هذا فرنسي ايطالي اسباني. قراب على بعض. تمام؟ الانجليزي والدورشي والالماني قراب على بعض. في مسافة تحسب ولا ما تحسبش؟ تمام؟ بالانجليزي ايش بيحكوا على الرئيس؟ بريزيدنت. بالفرنسي بريزيدون. بس هاي شغله. الشغله الثانيه انه انت على سبيل المثال انت عندك في الانجليزي سعيد. صح؟ تمام؟ بينما انت عندك بالفرنسيه عندك كونتونت. الآن كونتونت موجودة بالإنجليزية ولكن الفريكوانسي تبعها أقل، أقل شيوعاً في الاستخدام. تمام؟ فبالتالي هاي الشغلات إنه أنت تقيس المسافة بين اللغات وحتى ممكن إنه أنت تدخل اللهجات فيها. بالمصري بيحكوا متشكر وممكن بيحكوا شكراً. تمام؟ فبالتالي ممكن إنه أنت تقيس مسافة بين اللهجات وتقيس المسافة بين اللغات سواء كانت عربية أو بس المهم إنه تكون نفس الألفابت. تمام؟ فهذا برضو ممكن تعتبره موضوع ريسيرش إذا أنت حابب تشتغل فيه.
وممكن انه انت تشتغل فيه. يعني ممكن انه انت تجيب لغات او لهجات وتقيس المسافة بيناتها، وانت في عندك اكتر من ديستانس متريك انه انت ممكن تستخدمها. تمام؟ طيب هلقيت بدنا نرجع هنا للكتاب. بدي اياك تلقي نظرة عليه هيك. انت عندك هنا في regular expressions هذا الكلام كله انشرح انت عندك. تمام؟ يعني حتى شغلات مش موجودة في السلايد يعني مشروحة وموجودة انت عندك في الكتاب. يعني زي على سبيل المثال المالتيبليسيتي موجودة في مكان ما. اوكي مش خلاف. تمام؟ طيب هجيت البوينت في الموضوع هنا بالإضافة لاستخدامك للنورماليزيشن أو عفواً الريجولار إكسبريشن عشان تتعمل ماتشنج لسيرج في كوربس معينة، ممكن نستخدمها لعمل تشات بوت. في تشات بوت اسمه إيزيلا، أكيد مر على البعض منكم إيزيلا. إليزا؟ إليزا، نعم إليزا. هذا تشات بوت ظهر إنه هو بيشتغل على الكوماند لاين على الكونسول، وظهر تقريبا في بداية 2000. تمام؟ كيف بيشتغل؟ بيشتغل على نظام الريجولار إكسبريشن. فهذا ممكن تعتبره إنه بروجكت برضو ممكن تشتغل عليه وممكن تطبقه للعربي، لأنه العربي تعبان. لا انت بدك تشتغل تصمم له. تمام؟ فبالتالي هنا اليوزر شو دخل له؟ هو إليزا هذه يعني شغالة زي نظام psychologist. ايش يعني؟ اخصائي نفسي او طبيب نفسي. طب تروح على الطبيب النفسي ايش تسوي؟ بتفضفض صح؟ على الفصحى. يعني انه انت ممكن تتوفق في العامية، يعني لو انت حبيت تشتغل. فهنا do you think coming here will help you not to be unhappy؟ فهو ايش صار؟ صار ماتش لهاي وراح استخدم هاي. فاليوزر بيحكي I need some help that much seems certain. فهنا what did it mean to you if you got some help؟ صار ماتش لهاي الكلمة. طبعا هذا فيه باترن معين انه انت بدك انه انت تحطه زي هيك. يعني خلينا ننزل تحت هنا في مثال للماتش. هاي المالتيبليسيتي اللي انا كنت هحكي عنها، انه هنا 0 or more، هنا 1 or more، هنا exactly 1 عفوا exactly 0 or 1. هنا انا بحدد المالتيبليسيتي، وهنا انه في هنا عندي منه ماكس. طيب هجيت لو انا اعمل regular expression بهذا النظام، احنا حكينا ان الاقواس انه هي بتعمل extraction صح؟ تمام؟ و slash one هي عبارة عن ايش؟ ال first match بالضبط. فبالتالي هنا انا بدي اطلب match لهذا substring، انه the followed by space
followed by any character وبتنتهي ب ER زي هيك تمام. وهنا بدي اعمل ريبليس او عفوا ماتش انه بالفيرست ماتش انه انا احطه هنا. فبالتالي هذا بيصير ماتش لكلمه زي the bigger they were the bigger they will be تمام. ولكن هذا مش حيصير له ماتش لانه انا عندي ايش الاختلاف هنا bigger وfaster. يعني انا بقول له هنا انه الفيرست ماتش مع الاي ار معنى ذلك انه الكلمه هاي هي نفسها تكون نفسها الكلمه هاي. فبالتالي انت بتدور على انماط معينه زي هيك. لو انت بدك تعمل ماتش للسكند وورد هنا فبالتالي هنا سلاش 1 وهنا سلاش 2. سلاش 1 لوين بتروح؟ للماتش اللي هنا. وسلاش 2 بتروح لهنا. فبالتالي هنا the faster they run the faster we run but not the faster they run but not هذه اللي هو مش السترينج الثاني. the faster they run the faster we eat تمام. فهنا تخيل لي هذا النص انه انا بعمل انه match للسم or هذه احنا اتفقنا انه هي or few وهنا people or cat like some وهنا الفيرست ماتش. فبالتالي حتعمل ماتش لهي الجملة some cats like some cats ومش حتعمل ماتش لهي الجملة some cats like some a few. طيب نيجي نشوف الآن هذا الديالوج كيف انت ممكن تعمل له ماتش بنظام الريجولار اكسبريشن. طبعا هنا واضح انه واحد الست اللي بتفضفض تمام. Men are all alike الرجالة كلهم زي بعض تمام. الرجال كلهم زي بعض. طبعا هنا إليزا بتحكي in what way. طبعا هنا مدام صار فيها عندي match لا مثلا انه alike انه يعني مثال. فهنا they are always bugging us about something or other تمام. هما دائما انه بيحاولوا انه يتنصتوا علينا بطريقه ما. يعني can you think of a specific example تمام. well my boyfriend made me come here الى اخره تمام. فلاحظ هنا ممكن انه انت تعمل match لهنا انه substitute انه لا any character. يعني انه انت يجي لك هذا المقطع ايش به ايش كان فيه قبله او ايش بعده ممكن يكون zero or more characters اي حاجة. ممكن انت تيجي تحكي I am depressed او sad تمام. فبدي اروح اعملها سبستيتوت I am sorry to hear you are the first match اللي هي sad. نرجع للجملة اللي فوق هناك اللي كانت ايش unhappy بالضبط I am unhappy. فهنا انت رحت عملت سبستيتوت حطيت له الدباجة الطويلة هذه to be unhappy تمام. فبالتالي زي كأنه انت بتعمل ديالوج معاه انه انا شاعر بالاحباط انا كتير متأسف انه انت شاعر بالاحباط. وبتحس انه intelligent human انه برد عليك مع انه انت بتستخدم يعني قواعد بسيطة مش بسيطة قوي يعني في regular expression. تعال شوف النمط الثاني I am depressed sad. ممكن انت تيجي تسأله فبالتالي انت بتختار random بين هدول Why do you think you are first match اللي هو حتصير match مع depressed أو sad. هنا عند التعميم ساعتها بروح بسأله in what way. لما يجي يقول لي all كل الأولاد مش عارف أبصر إيش كل الطلاب مش عارف أبصر إيش تمام. كل الطلاب مش نافعين
بأي طريقة مش نافعين حدد لي زي هيك. كل الأساتذة كويسين تمام. هنا لما تيجي تحكي إنه أي حاجة ويحكي فيها always، ساعتها بتروح إنه أنت تسأله can you think of a specific example. حقيت أنا عملت بوست على تويتر إنه أنت عندك في الأنالتيكي بروح عند الأستاذ عشان إيش؟ بالضبط. أنت بتحدد أنماط معينة تمام، وساعتها أنت بتيجي بتشعر عارف إنه أنت لو عملت تشات مع هذا، أنا جربته شخصيا، لو أنت بتعمل تشات مع هذا بعد شوية بقول كيف هلقيت، كيف هلقيت، إن شاء الله صرت أحسن. أنت عاد بتكون فضفضت شوية تمام، وساعتها بتقول إنه والله يعني فعلا إنه انتليجنت. نعم حقيقة أنت في عندك في الأنالتيكي في عندك كلاس أو باكيج أنت ممكن تعمل فيها تشات بوت باستخدام الريجولار إكسبريشن. فأنا كنت أتمنى إنه الإنترنت يكون موجود عندنا. هذا وين أنا مش كيف؟ هذا الارتكل هحط لكم الرابط تبعه على هذه البلوج تمام. فهنا انت بتبني الشات بوت باستخدام الانالتيكي، طبعا بيعتمد بشكل اساسي على الريجولار اكسبريشن. فبالتالي هذه بتستخدم هنا ريفليكشنز انه اي ام، لما يجي يحكي لك حدا يو اي ام كذا انه اي ام ساد، تحكي له انت زعلان يو ار ساد زي هيك تمام. هذه بنسميها reflections، بتحطها على شكل dictionary key وvalue بهذا الشكل. هنا ضمي reflection تانية وهنا pairs. فهنا from NLTK chat you tell import chat reflections، وهنا بتبدأ هذا regular expression. لما يجي حدا يحكي لك my name is أي حاجة، هذا أنت تعودت عليه إنه في regular expression إنه anything تمام. ساعتها بتقول له hello the first match how are you today، حدا بيجي بحكي لك my name. فالمطلوب إنه أنت بدك تشتغل عليه كبروجكت إنه أنت يعني إنه أنت تشتغل عليه عربي، لأنه هاي النظام أنت عندك موجود في العربي بدك تتعب عليه شوي تمام، يعني مش straight. فأنتوا الآن مخيرين كيف؟ لا هذا regular expressions، لا أنت chat bot أنت بدك تشتغلي على training data TensorFlow، نظام مختلف خالص يعني training machine learning، لكن هذا regular expression. أنتوا مخيرين إنه أنا ممكن أخليه كبروجكت من ضمن البروجكتس، وممكن إنه تشتغلوه assignment للناس اللي بدها assignment.
انت 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 عارف انه واحد مسكو ناس بعرف يعني بعرفش اللغه تبعتهم تمام، بس عارفين بس كلمه واحده ولو هونجا مونجا ولا تموت تمام. فالاولاني مش عارف الهونجا مونجا، قال له خلاص بدي شو اسمه لا هو مش عارف الكلمتين هونجا بونجا ولا تموت، مش عارف كلمة تموت هي ايش اصلا بتعني بالنسبة لهم يعني. فاختار قال ايش بعرفني في الخيارين، اختار الخيار الاول. لقى صاحبه انه خلصوا عليه، قال ما دام خلصوا عليه لا بدي اختار الخيار الثاني. الخيار الثاني هو عبارة عن وفي الاخير موتوه، وفي الاخير موتوه. فانت انت بتقصد بطريقه اخرى انه الخيارات اللي انا بدي لك اياها يعني كلها احلى من بعض. والله انا شايفه انه الشغل انت عندك ستريت بس بدك تشتغل عليه بالعربي يعني، فبقول انه انت تاخده assignment هيك، خد نصيحتي تمام. لا ما فيش أسايمينات مفتوحة. أسبوعين. كيف؟ ماشي، ممكن إنه إحنا نخفف من الامتحانات. يعني أوكي، يعني إحنا خلينا نأخذ هذه إنه أوف خلاص، إنه إحنا خلصنا اليوم.